الاهلي يتقدم على انبي في الشوط الاول بهدف من ركله جزاء لعلي معلول في شوط سيطر فيه الاهلي على اغلب فتراته، ولم يكن انبي ندا للاهلي في اي وقت من اوقات الشوط الاول. كابتن ماهر، اعتقد تقدم منطقي للنادي الاهلي بجانب الهدف، يمكن فيه اكتر من 3 4 فرص كانوا ضايعين اول ربع ساعه من النادي الاهلي. كالعاده النادي الاهلي مسيطر من بدايه المباراه، وشفنا الانتشار الطولي والعرضي للعبة النادي الاهلي، وواضح الاصرار والعزيمه اللي كانت موجوده على النادي الاهلي. طبعا مخرجنا جايب لنا لقطه الشوط الاولاني، الهجمه بتاعت حسين الشحات. أيوه. اللي اتعملت بمهاره بمهاره جميله جدا، وده كالعاده حسين بيحب الاستلام، طبعا اللونج باص اللي اتعمل له بشكل كبير، ثم الاستلام، ثم وسع لنفسه قدام يمكن 4 مدافعين لإنبي، عملها بليسنج بشكل جميل. ودي اللعبه المفضله لحسين اللي بيجيب منها جوال. أيوه. هو طبعا سبحان الله، يعني العارضه يمكن القايم جات الكره مظبوطه بصراحه، القايم اتحرك، لكن هي بالظبط هي هجمه الشوط الاولاني. صحيح. او اللعبه المميزه اللي كانت موجوده في الشوط الاولاني، ثم يليها ضربه الجزاء، الباص اللي اتعمل بشكل كبير جدا من بيستاو في خلق مساحه، اللي فوجئنا طبعا بالانطلاق لديانج. يعني ديانج المفروض بيلعب في نص الملعب مدافع، لكن طبعا النزعه الهجوميه اللي بتميز لاعبي نص الملعب كلهم في تكمله الهجمه، خصوصا في التلت الهجومي، وجود ديانج في منطقه الجزاء باستلام جيد، ثم طبعا عرقله من وتهور من مدافع انبي بيحتسب ضربه جزاء صحيحه بيتصدى لها علي معلول في الدقيقه 33 عشان يسيطر النادي الاهلي ويسجل الهدف اللي بيدي طمانينه طبعا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وجماهيره اللي بتشجعه من بدايه المباراه. صحيح. كابتن شريف، سيطره ميدانيه واستحواذ اغلب فترات الشوط الاول، ما شفناش اي وجود لانبي، بل على العكس النادي الاهلي كان ممكن يزود 1 و2 و3. هو الشوط الاول بالنسبه لي انا وانا بتفرج من وجهه نظر انا، يعني اسلوب ضغط النادي الاهلي على على فريق انبي هو اللي لاغي مفاتيح انبي. يعني حيلا لما بنشوف كابو بيبقى بيحاولوا يبعتوا له كوره بسرعته يستغل سرعته، ولكن عبد المنعم وياسر الحقيقه عاملين حاله دفاعيه جيده جدا، ما بتسمحلوش حتى بالمساحات ان هو يقدر ينطلق فيها ويعمل شكل خطوره. الاهلي ابتدى المباراه بلعب بتنظيم هجومي سريع، ولكن تحس وانت بتتفرج ان مع السرعه ومع الشكل اللي حصل ومع الكوره اللي عملها حسين الشحات في العارضه، وكانت ممكن تتباصى او تتلعب ان بتوين كده للراجل مودست راس الحربه بتاعتنا، ولكن هو فضل الشكل الفردي. مع كل ده ما عندناش تواجد داخل منطقه الجزاء يحسسك بشكل الايجابي. حتى لما هاني بيروح ناحيه اليمين وبيحاول يعمل العرضيه دي، لازم اكون انا عندي سنس اوف التواجد اللي هو ان انا برجع، وانت عارف ايمن واخدين الخطوه اللي هي والكره بتتلعب، انما احنا على طول هما بينشنوا على مودتس عايزين النهارده يبقى له وجود ويحرز اهدافه كده، ولكن مش في الوقت السليم. أيوة. دايما في الوقت اللي هو بيبقى حواليه 2 ولازم يعبله عاليه ولازم يبتدي يوقفها الاول. ونجح في واحده الحقيقه لعبها براسه من نعمه، لو توالت الحاجات دي وهو قدر يوسطن نفسه مع رؤيه اللعيبه ليه مع الهدوء في انهاء الهجمه، اعتقد ان زي ما انت قلت هيكون في عدد اكتر من الاهداف، لان كل حاجه الزمام كلها والسيطره كلها في ايد لعيب النادي الاهلي. سريعا كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول. سيطره كامله من النادي الاهلي، لكن الخطوره مش كبيره. يعني هو في البدايه الكره اللي اتكلم عليها كابتن ماهر بتاعت حسين الشحات، وبعديها واحده قفشه شاطها، لكن ما فيش تهديد حقيقي على البلعوطي. كره ضربه الجزاء اختراق كويس من ديانج، وزي ما قلت لك تملي، هتلاقي الاهلي ما بيلعبش 4-2-3-1 زي ما احنا عارفين انه مجدي قفشه على طول هو اللي تحت راس الحرب. مجدي قفشه واخد الجنب الشمال في عامل جبهه هو وعلي معلول والشحات، والناحيه الثانيه ديانج مع هاني مع بيرسي تاو. لكن الاختراقات
ما بتكملش قوي، ما بتكملش قوي في الاطراف يعني. طب وعشان تكمل الاختراقات اللي لازم يحصل، لازم بيبقى في حركه اكتر، حركه اكتر من بيرسيتاو وحسين الشحات، حركه اكتر من ديانج وقفشه، حركه اكتر من معلول ومحمد هاني، لكن انت اللي مسيطر ويعني انت متفوق. اللي متفوق وانت اللي مسيطر رغم الخطوره اللي مش كبيره قوي، لكن قدرت تحرز هدف ومسيطر تماما على الاحداث. وانا برضو بتفق تماما مع كابتن شريف في ان محمد عبد المنعم وياسر عاملين ماتش كبير قوي، مسيطرين على مهاجمي انبي سواء احمد جمال او رفيق كابو، بيقطعوا الكره بتوقيت كويس، مقربين حتى على نص الملعب، عاملين ضغط عالي على لعيبه انبي وزقين نص الملعب مع المهاجمين اللي قدام، لكن انبي عامل تكتل كبير في نص ملعبه، في نص ملعبه حتى لما جه في الهدف. مظبوط، مفيش مجازفه اللي هي بتاعه الكاس يعني. حتى يمكن الدوري ممكن اقول لك ايه اهو مستني شويه، لكن الكاس انت خلاص خالص. احيانا بتكون تعليمات مدير فني، ما هي واضح ان تعليمات طبعاً. لانه هو خد واخدينها من الاول حتى لما جه الجون برضو متحفظين على نفس الشكل. الله اعلم الشوط الثاني هل هيفتح بقى خطوطه عشان كده هو خرج. لكن النادي الاهلي مسيطر تماما، لكن هي الخطوره المفروض تزيد عن كده، يبقى في زياده عدديه في ال 18 اكتر من كده. الشوط الثاني يا كابتن بلال، الشوط الاول شوط تفوق فيه النادي الاهلي لعبا ونتيجه حقيقي. الشوط الثاني، بص الشوط الاول تفوقنا وكان المفترض نستغل تاخر انبي افضل من كده. يمكن يعني الحاجه الوحيده اللي انا شايفها متميزه بالنسبه لاداء النادي الاهلي هو التقدم المستمر للاهلي ديانج، وده اللي مديك الزياده العدديه في ال 18، وده اللي بيخلي في واحد مزبوط. دايما بيتحرك وهو فاضي، ده اللي بيفضي المساحه لنفسه. احنا دايما بنقول التحركات يعني او التعليمات دايما انك تتحرك ده عشان تخلق مساحه لنفسك. ديانج عمل الكلام ده، مش على فكره مش في كره البنالتي بس، في اكتر من هجمه بيتحرك تحرك جيد جدا، بيجي من الخلف الامام، بيجي فاضي تمام صح. عنده مساحه، عنده سرعه، لعيب بيأدي بشكل كويس. فدي الحاجه المميزه او الاكثر تميزا في اداء الاهلي الشوط الاول، ودي اللي خلقت لك فرصه للتهديف وخلقت لك فرص كتيره جدا للاداء. محتاجين الشوط الثاني بس يبقى التحركات الاماميه افضل من كده شويه. بيرستاو بيتحرك بيخش قلب الملعب، بيخش جوه القلب، بيخش قلب الملعب في بالشكل ده وبالطريقه. لازم يبقى في حد بديل بيطلع على طرف الملعب. ما ينفعش انا بيرستاو بيدخل جوه وخلاص وكله بقى زحمه الناحيه دي ويسيب هاني لوحده الناحيه الثانيه، لا صعب. لازم لما بيرستاو يخش جوه الملعب يبقى في واحد، يا اما واحد بقى من الميد فيلدر يكمل الناحيه الثانيه، او واحد من راسات الحربه يكمل ويخش في القلب. لازم يبقى في تحرك يا كابتن ايمن عشان تخلق مساحه. انت بتلعب قدام فرقه متكتله تكتل شديد جدا قدام ال 18 وفي ال 18، فبالتالي عشان تلاقي مساحه لازم يبقى في تحركات، وتحركات بوعي، مش تحركات فقط لا غير ان انا بحاول استلم في الحته الفاضيه، لا. يعني ديانج دايما بيروح في الحته الفاضيه، فعشان كده دايما اللي تلاقيه دايما فاضي وبيستلم وبيستلم من غير ضغط هو قال ديانج صح. غير كده بيرستا بيخش قلب الملعب، قلب الملعب في زحمه، في زحمه شديده، مفيش حد بيدخل او محدش بيخرج فياخد لعيب معاه تاني فيفضي الحته دي لبيرستاو، لا كله بيبقى موجود في حته نص الملعب. فلازم يبقى في شويه وعي شويه في التحركات للعيبه اللي في الخط الامامي. حسين الشحات لازم يخش في القلب شويه اكتر من كده، يدي مساحه لمعلول. احنا شايفين حسين كل كره باستلامه على خط على الخط ناحيه خط الاوت، وبالتالي مش مدي فرصه لعلي معلول ان يشتغل الشغل بتاعه. المساحات ضيقه، مفيش مساحه، هم مقفلين بشكل كويس، فبالتالي لازم يبقى في تعاون شويه ما بين مودست وبرستاو حسين الشحات في الحته دي. لازم يبقى في برضه شويه يعني تعاون شويه، مش كل مره برضه ديانج اللي يروح، مره مروان يروح، مره ديانج، لان انت بتشتغل من ناحيه اليمين بس، يعني ديانج دايما بيروح طولي تمام؟ فبالتالي بيشتغل من ناحيه اليمين، ابتدوا يقفلوها شويه اخر الشوط الاول، فلازم يبقى في مروان كمان بيعمل الحته دي ويستنى اليو ديانج. هي دي التحركات المفترض تعملها الشوط الثاني عشان تقدر تسجل. هو ما في خطوره يعني، راحوا عملوا كورتين عرضيتين فيهم خطوره، راحوا بهجمتين مرتدتين ممكن يكون في خطوره. الكابتن اسامه اتكلم على الاداء الدفاعي بتاعنا، هو اداء الدفاع جيد، بس ده برضو نتاج انهم ما عندهمش حته الزياده. هو بيعمل ايه؟ هو بيلعب لونج باس من ال 18 لل 18 تمام؟ فصعب جدا، انت اقرب او الحارس بتاعك اقرب، لو استلمها بيكون بيستلم بظهره، فما عندكش مشكله في الحته دي. ثم عندهم خطوره في الكرات الثابته، في الكرات الثابته يمكن الكره اللي انت ولما بيحضروا كويس ممكن يبقى عندهم خطوره، لما بيحضر لما بيلعبوا باصه والثانيه والثالثه ممكن يبقى عنده خطوره في الحته دي. لكن هو عنده خطوره في الكرات الثابته، انت عندك مشكله في الكرات الثابته في في الرقابه طبعا يعني صح. فلازم احنا ادائنا الشوط الثاني نركز على اننا نسجل هدف تاني، لان زي ما قالوا الكباتن دي مباراه كاس. صحيح، بس هل انبي هيلعب بنفس الاسلوب اللي لعب بيه الشوط الاول؟ بص اعتقد ممكن يبتدي كده، يبتدي كده،
لكن بعد ربع ساعه ممكن الامور تختلف. يعني هيبتدي كده لانه برضو مش عايز يفتح الجيم بدري برضو الشوط الثاني. يعني هو برضو عنده عناصر شابه بتجري كتير وما بيجروا كتير جدا في الملعب، بس هم بيجروا ومتكترين في حته صغيره، بيلعبوا في نص ملعبهم وسايبين النص الثاني الاثنين راسين الحربه، تمام؟ رفيق كاب وحمدي واحمد جمال تمام. فالنهارده هم دول اللي بيتحركوا في النص الامامي، لكن الشوط الثاني اعتقد ان هو بعد ربع ساعه لو نتيجه فضلت 1-0 ما سجلش الاهلي ممكن يبادر ويبتدي يزود، يعني يقلل اللعيب من الخمسه اللي ورا ويلعب باربعه ويزود واحد في نص ملعب ويبتدي يلعبك باثنين على طرف الملعب، يحط كابو ناحيه اليمين وينزل واحد ناحيه الشمال، ويبقى جمال هو راس الحربه الاساسي بالنسبه لي. بالنسبه لنادي الاهلي يا كابتن ماهر، هيلعب مستر كولر بنفس الاسلوب نفس التشكيل ولا ممكن نلاقي من البدايه من بدايه الشوط الثاني تغييرات في الملعب؟ هو عامه مستر كولر يعني بيسيب مساحه حوالي يمكن 10 دقائق وبيبدا يعمل تغييرات ومعظمها بتبقى هجوميه. ايوه. فالنهارده احنا برضه كمان مفتقدين امام عاشور. صحيح. امام عاشور باكد كلام بلال ان ديانج بيقوم بالدور ده، امام كمان لما بيقوم بالدور الهجومي وبيساند في التلت الهجومي بيسبب لنا او بيسبب لإنبي مشاكل كثيره جدا. فانا احساسي ان اول تغيير هيبدا بعد 10 دقائق احساسي هيبقى امام عاشور للزياده الهجوميه، وبعد كده ممكن يكون كهربا لان هو برضك محتاج في الحته اللي قدام راس حربه بقيمه كهربا بخبره كهربا في وجوده في الحته دي. كهربا برضك عنده من المميزات ان هو بيقدر عنده المهاره واحد ضد واحد بيساند مع اللي جاي من ورا بيتوقع كمان وفي اماكن ممكن بيجي من اهداف، فدي التغييرات الهجوميه اللي ممكن مستر كولر يشتغل عليها من بدايه الشوط الثاني بعد 10 دقائق. كابتن شريف، كابتن ماري اتكلم على ان ممكن يحصل بعض التغييرات بس التغييرات كلها هتبقى في النص اللي قدام، بس في حاله وجود امام عاشور في الملعب يبقى هيتواجد قفشه ولا مش هيتواجد قفشه؟ على حسب نتيجه الشوط. يعني انت لو ربنا كسبانين واحد، لا لازم تجيب الجول الثاني. لما بيجي الجول الثاني حريه بقى ينزل كهربا زي ما قال ماهر، امام عاشور ينزل ياخد المود بتاع ويجرب شويه حاجات بثقه. ايوه، يعني النتيجه وهي 1-0 مفيش تغيير، انت مش هتضغط على اللعيبه اللي نازله دي، انت اصلا ما ابتديتش بيهم كويس. أيوة. وعايز يمكن في شكل انك تريحهم او شكل انك تستفيد بيهم في الفتره اللي بعدها. فلو الدنيا سهله قوي النهارده اعتقد ان هو هيبقى عنده حريه تغيير في ناس معينه. يعني انا ممكن اشوفه بيجرب اكرم توفيق النهارده لو الدنيا مشيت كويس وجبنا جون واثنين كمان، يعني هيبقى فيه ايجابيات. وعبد القادر هيبقى فيه ايجابيات في التغييرات مش في حتميات في وجود لعيبه معينه بشكل معين. حتميات دي للعيبه دي لما بتبقى انت عندك مشكله، انت لو انت النهارده عندك تأخر في المكسب ممكن اعزز. التعزيزات دي بتبقى عن طريق نمره واحد امام عاشور وكهربا وعبد القادر. بس يعني طالما متقدم مفيش مشاكل، احنا انت بقى متقدم ادي فرص بقى للناس اللي احنا عايزين نشوفها وحشانا. وندخل الناس، ما هو دي لغه الكوتش الجيد ان هو على طول لعيبته كلها تبقى تحت الطلب في اي وقت، ويحسوا ان هم ال 40 دقيقه اللي بيبتدوها الاول او ال 40 دقيقه اللي بيلعبوا بيها اللي بينهم بيها الاثنين ذا سيم، الاثنين واحد. في ناس بتاخد مسؤوليه البدايه بتاعت المباراه وناس بتاخد مسؤوليه انهاء المباراه، وهم الاثنين بالنسبه لي ده ليه دور وده ليه دور كبير. او صحيح. كابتن اسامه، تتوقع اهداف ثانيه للشوط الثاني ولا تتوقع ايه؟ اتوقع، بس زي ما قلنا هو مستر كولر مش هيغير في بدايه الشوط لانه كسبان، لكن فعلا اقرب اثنين ينزلوا هو امام عاشور وكهربا، لان موديست حركته قليله جدا، معتمد على انه يلعب بدماغه من الثبات، يعني حتى ما بيروحش مثلا على العارضه القريبه متوقع ان حد يخطف من العارضه القريبه، هو مستني في وسط الجون ان تتلعب له عشان طوله وتتلعب بدماغه، حركته قليله. فممكن بعد 10 دقائق ربع ساعه لو فضل الاداء كده اقرب حد هيبقى موديست، وممكن قفش على اساس ان امام عنده جهد وبيسدد كمان، انت محتاج تسديد من خارج ال 18. فاعتقد طول ما هي 1-0 هم دول اقرب اثنين للتغيير. يعني كابتن بلال، سريعا توقعاتك للشوط الثاني. اتوقع الشوط الثاني يعني نفس بدايه النادي الاهلي الشوط الاول، ممكن زي ما الكباتن اتكلموا حته التغييرات دي، ممكن التغيير يبقى من بدايه الشوط الثاني او ممكن يتزق 10 دقائق كمان
من الشوط الثاني. يعني في اكتر من تغيير قدام الراجل، يعني الراجل النهارده انت كسبان 1-0 وهو عايز يخلص الماتش وحاسس المباراه سريعه، يعني برده محتاج ان هو عايز يجيب جول ثاني. انت بتدور على الجول الثاني، مش بتدور انك تامن اكتر، بتدور على الجول الثاني، فمحتاج ان انت تعمل تغييرات هجوميه. بشوف امام ممكن يكون له دور الشوط الثاني، ممكن يسحب مروان ويلعب بامام. تمام، انت مش محتاج، لان انت بتلعب على فرقه بتلعب كاونتر اتاك، فممكن يبقى تخلي قفشه وتحط امام، عاشور يبقى يلعب 8 مع ديانج، ويبقى فيه تبديل في المهام دي. من وجهه نظر يعني. تمام، وخلاص، والاربعه الاثنين الباكين واثنين السنتر باكس بيتعاملوا مع الاثنين الفراود او الفرود الموجود. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني تاكيد الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.